بدون شك حزب الاستقلال من الأحزاب العتيدة في المملكة، هو أول حزب ومرجعيته مرجعية إسلامية خالصة، ومهما يكون ففيه أو يتمتع بأطر عالية وكوادر جد مهمة في المجال السياسي على وجه الخصوص. فأتمنى له كل التوفيق وكل الـ الإشراق والإشعاع في المجال السياسي، وكل التحية أيضا للأمين العام أستاذ بركات الذي أكن له محبة خاصة.